أسعد الأوقات أحبة الدارسين والمتعلمين في مجال الحاسبات سواء هندسة الحاسبات أو علوم الحاسبات أو أي هندسة من اختصاصات من مشتقات الهندسة الكهربائية اللي إلها علاقة بالتصاميم الرقمية المنطقية اليوم هذه المحاضرة استكمال الشروحات للشروحات اللي اجريتها على برنامج الكترونكس وورك بنش اليوم ان شاء الله آه راح يكون هي جزء من عندها توتوريال وجزء من عندها يكون آه شرح لكيف تنفيذ طبعا هذه آه جزء من عندها اني آه اليوم آه بالنسبه آه لطلابي راح يكون لهم هذا آه الجزء آه هو واجب بي آه واجب هوم وورك آه طبعا هاي جروب اساينمنت يعني مجموعه يشتغلوها راح بيها جزئين الواجب آه تقريبا الرفع بالمحاضره المعنيه المقابله جزء النظري اللي هو theoretical آه واللي اسفله هذا مثل ما تلاحظونه واللي اسفله practical انا راح بال Theoretical وبعدين اتحول للبراكتيكال اليوم طبعا انا بهذه المحاضره ناقشنا موضوع التروث تيبل انا طالب تروث تيبل 13 انبوت وطبعا فقط للانبوت بارت أولي اللي طبعا انا تكلمت معاكم طلاب قلت لكم التروث تيبل يتكون من جزئين مهمين انبوت واوتبوت قلت لكم جزء الانبوت جزء بسيط هذا يعتمد على عدد الانبوتس ايش قد يعطيك انبوت عشان انت تطلعه كيف يكون عمليه الاستخراج ببساطه مثلا لو فرضنا انبوتين راح يكون اي الموست وبي هو الليست يعني او او بي الموست واي الليست ما تفرق لكن اللي باقصى اليسار هذا يسموه الموست سيجنيفيكنت بت وهذا اللي سيجنيفيكنت بت وقلت لكم هنا أنا اول ما ابدي باول عمود من اليمين يكون التغير بمقدار صفر واحد صفر واحد م بمقدار مره واحده التغير بت واحد وكانما التغير حاله حاله بال بالبت اللي بعده او المتغير اللي بعده اللي هو البي راح يكون كل حالتين مشابهات يليها الحالتين المغايرات الها وقلنا دائما نبدأ بالزاويه اليمنى اللي هي هاي من نبدي نملي يعني باول متغير بالليست نبدي صفر دائما بالاعلى تلاحظون كلها تبدي صفر بس مره نبدأ باول بت صفر واحد باللي بعده صفرين واحد يعني. اذا كان هنا عندنا متغير اسمه سي لنفرض اربع اصفار راح نبدي اربع وحدات وبعدين علمتكم طريقه هذه ما راح تلقوها بالكتب ولا بالبحوث هذه الطريقة من يعني صراحة من استنتاجي علمتكم الطريقة التالية قلت لكم إذا كانت عدد inputs أكثر more than 6 أكثر أو تساوي أوكي الانبوتس أكثر أو تساوي 6 variables راح نجري هذه الطريقة اللي هي مثلا احنا خلينا نفرض الآن مثلا الآن هنا بالمثل عندي 13 انبوتس واضح دول ال 13 اعزائي راح اجري خط لاحظوا اميز هذا الخط بالاحمر ايش راح يكون عندي المتغيرات راح يكون عندي المتغير الاول اسميه i1 i2 i3 4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 I 11 I 12 طبعا بالحقيقة أنا أبدأ بالزيرو أوكي أسميه العادة أنه نسميه زيرو أوكي فهذا راح أسميه I 0 كمل الذولة إذا تحسبوهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اثناش ثلاثة عشر واضح أعزائي الآن إيش قلت لكم اذا زيد اكثر من 6 فاريبلز تستخدمون طريقتي طريقتي تعتمد فقط نملي صفر واحد هنا هذا صفر هذا واحد لكن الواحد ايش اسوي اخلي الواحد اشبه بالاسطوانه العموديه هنا عندي صفر طبعا هنا ما راح يكفي ما راح كلها امليها راح اشتغل حالتين واضح راح اشتغل مثل هذه الحاله ثمانية وهذه الحاله 12 اوكي فقط حالات هذا هنا الواحد لان حتى هي مفهومه الفكره انه انت تاخذوها الفكره تعرفوها هنا شنو ايش قلت لكم اعزائي الطلاب قلت لكم من اجي امل لي اول خانه هذه اللي هي يكون التغير ايش قد عدي بنيان صفر واحد يكون اثنين او يعني شنو يعني مره اكتب صفر مره اكتب واحد مره اكتب صفر مره واحد طيب اذا اجينا هنا للبت السابع اللي هو الحقيقه الثامن بس اي 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 7 راح يكون 2 و7 يعني اكتب 2 و7 ايش قد اكتب يعني 128 صفر وبعدهم 128 واحد 2 و7 واذا هنا انا طبعا واعيدها تتكرر اكتب اول مره 128 بعدها 128 طيب هنا ايش قد راح يكون 2 اس 13 صفر والوحدات اللي بعدها 2, 2, آه آه 2 اس 13 2 اس 13 اعزائي عفوا هنا 2 اس 0 نعم 2 اس 1 اوكي هنا عفوا 2 اس 12 وليس 13 2 اس 12 2 اس 12 اعزائي هي عباره عن 4 كي 4 كي يعني 4 في 4 في 1024 اوكي تقدرون تطلعون هذا العدد هذا ايش قد العدد هذا 4096 اكتب 4096 صفر بعدين اكتب 4096 حتى يحقق لي كل الكومباينيشن احنا نسميها طيب اعزائي هنا اذا شفنا ايش قد حجم هذا التيبل السايز قلنا هو السايز يساوي لنا اثنين العدد الانبوتس ويساوي 2 أس 13 ويساوي 8 كي يعني 8 في 1024 زين أعزائي هسه واحد يسأل يقول أستاذ أنت ليش خليتهم بهالطريقة؟ ها خليتهم بهالطريقة لأن حتى أرمزهم لأن أنا أقدر أقدر كلهم أحصيهم على ورقة ما أقدر يراد لي شقد يراد لي 8000 شوفوا شكم شكم آه شكم صف الرادلي واضح؟ هسه اقول لكم كم صف الرادلي؟ في 8 في 1024 يطلع لي 8192 زين وين اني القى؟ باعوا حتى اني املي على ورقه، لاحظوا وين اني ايش كم دفتر الرادلي حتى املي 8000 واثنين وتسعين يعني يحتاج لي ورقه ورا ورقه ورا ورقه احتمال يحتاج لي فد يعني اذا فرضنا اذا فرضنا كل 8000 اذا فرضنا كل ورقه كل صفحه تاخذ لها مثلا خلينا نفرض 30 خط اوكي 30 لاين راح احتاج 30 ورقه لاحظوا فهذه العمليه ولاحظوا كيف اديرهم يعني كيف العمليه هذه الاوراق اذا امتها احتمال يطلع تقريبا يجوز مسافه 400 متر اوكي فهذه الطريقه اذا امليها بت بت ما راح اقدر آه يعني احصيها ما راح اقدر كلها اشوفها على الورقه لكن بهذه الطريقه اللي انا يعني صراحه آه يعني اخليها بين ايديكم هذه من يعني استنتاجاتي هذه الطريقه راح تحصل لك اي انبوت تقدر اي انبوت تريده تقدر تشوفه ببساطه على الورقه يعني هسه 13 ممكن 25 22 اوكي لكن هذه تشتغل اني فقط على الانبوتس لذلك من اطلبها للهوم وركات هسه راح تكون اكو هوم وركات عند الطلاب من راح اطلبها اعزائي الطلاب من اطلب الهوم وركات منكم جزء الاوتبوت لا ما تشتغلوا فقط تكون اوتبوت اوكي اما الانبوت فلا تشتغلون الانبوت بهذه الطريقه طيب هذه شغله شغله ثانيه هذا جزء من التوتوريال انتهى آه، عندنا الجزء الثاني اللي أريد أعقب عليه واللي هو مهم الجزء آه، آه، العملي هذا طبعاً راح تلقون بالنسبة طبعاً أنا دائماً من أشرح بالفيديو أقول كل الفيديو يتبع حالته هالسنة مثلاً أو هالوضع عفوا هالوضعيه او هالفصل الدراسي انا هذه الماده اعطيها واجب بيتي احتمال السنوات القادمه راح تكون هذه هي واجب للطلاب اطلاع من باب اطلاع وكتابه التقرير واضح فيعني انا الفيديوهات اللي دا صراحه مشروعي انه يعني ارفع كم باللغه العربيه وتحديدا باللهجه العراقيه كم من المعلومات فيما يخص هذه المواضيع هندسه الحاسبات مثلا مواضيع التصاميم ارفعها هذه ارفعها باللهجه العراقيه باللغه العربيه حتى يكون كم للدارس حتى يطلع ويفتهم ويصير عنده مصدر يقرا من عنده، لكن مثل ما قلت يعني اني السنه يمكن هذا واجب بيتي، السنه القادمه احتمال او اللي بعدها او ما اعرف شنو اللي اتوقع على القادم ممكن يكون هذه عباره عن اطلب من الطلاب هي يعدون منها تقارير اطلب من عندهم مجرد اطلاع يعني اوكي. فهي كلها بها امثله قيمه طبعا اكيد احنا هنا عندي أه هنا راح نجي الجزء البراكتيكال براكتيكال هنا قايل لي ريلايز ذا لوجيك سيركت فور ذا following اكسبريشن ذن امبلمنت them طبعا اعزائي انا يعني كاتب لكم نوت طبعا هذا يخص ايضا اه للي يدرسون وللي طلابي بخصوص الواجبات الريلايز من تجي كلمه ريلايز ذا سيركت معناها انت لازم اول شيء تبني بلو تروث تيبل يعني ما يقول لك انت طلع لي تروث تيبل انت من قريت ريلايز معناه لازم تشتغل تروث تيبل تطلع تروث تيبل بعد ما تطلع التروث تيبل طبعا هو منطق الفانكشن اما بصيغه المين تيرمز او الماكس تيرم تطلع الفانكشن من تطلع الفانكشن راح أه وراها تصمم تجري لها ريلايز بالرموز اللي درسناها الاند الاور شنو الفانكشن شكل الفانكشن الخاصه بك شكل الاوتبوت بعدها ايش قال اللي هو ذن ذن لاحظوا ذن امبلمنت ذم منو امبلمنت ذم بعدين يقول نفذ لي اياهم وذم المراجعة راجع راجعه لذول الواحد واثنين ذن الفانكشن واضح فانكشن واحد وفانكشن اثنين فايش راح اسوي اني راح اول مره انشئ لهم ريلايزيشن بعدها انشئ لهم امبلمنتيشن طبعا انا هنا ايش قايل الملاحظه هذا الرمز هذا هو باي وحرف ام وهذا اللي اسفله هو حرف سميشن سيجما و... وسمول لتر ام الاعلى هذا معناه برودكت اوف سم لاحظوا بي او اس برودكت اوف سم وكاتبه اني هذه معناها الماكس تيرم طبعا يعني هذا الرمز او ماكس تيرم او بوس هذه كلها معناها واحد انه هي الماكس تيرم. اطلع الفانكشن دلاله الماكس تيرم. وشنو معناها الماكس تيرم؟ معناها انا من اجي اطلع الفانكشن اشوف الاوتبوت لما يكون صفر ما أشوف نشوف الاوتبوت لما يكون واحد والمتغير مثلا عندي متغير اكس المتغير اكس يكون عندي اعزائي يكون عندي بهالحاله يكون المتغير عندي لما نكون POS أباوع أو بي او اس اباو للاوتبوت هسه خلينا نفرض اي وبي 01 01 02 02 11 هنا هذا الاوتبوت اباو للاوتبوت لما يكون اصفار لما يكون وحدات ما عليه فهذا شنو برودكت اوف سام ورمزه هذا وكابيتل ام أه كذلك هو اسمه قلنا الماكس تيرم وهذا شنو اللي أس اشوفه به هنا أنا مثلا ايش راح يكون عندي الحرف الاي لما نزيره يكون الحرف بدون ما يكون عليه نفي والواحد يكون النفي يعني الصفر يكون هو البدون شخط يعني الاي معناها هنا صفر اما الاي بار معناها هنا واحد واضح واضح بعد شنو ش عندي؟ خليني ارجع للسؤال. قايل لي امبلمنت هذا انا ذاكر الملاحظات البوست شنو معناها؟ البوست والسوب، السوب معناها سم اوف برودكت اللي هي هاي المنترن اللي هاي تشتغل لما يكون لما على الواحد نشتغل نشوف الاوتبوت واحد. هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح ناخذ هذا آه. هذا نعطيك كابي على امل ينطبع للكليب بورد ويجي هنا طيب هنا اجى بس خليني اشوف اوكي ما اجى او هذا آه اجى جيد 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 هنا اه جيد هسه هذه الفانكشن الخاصه اللي عندي هسه شلون اسوي اعزائي اول شيء اجي احل اول وحده اول اول من احل هيك سؤال اول شيء اشوف ايش قد عندي اكثر شيء عدد الانبوت ايش قد عندي الماكستيرن مثلا انا هسه راح احل طبعا راح احل حتى تشوفون راح احل هذا الجزء اول شيء شوف الفانكشن شنو عندي اف1 خليني اسميها هي باي لل... للكابيتال ام طبعا هذا كابيتال مو سمول لكن الكتابة تغيرت هنا وغير السمول صفر ثلاثة خمسة ستة أجي أبغى إيش قد هذا أكبر عدد ستة يعني الستة كيف أمثلها أمثلها بهالشكل أكبر عدد معناه كم أمبوت أحتاج ثلاث أمبوتات فش راح يصير عندي اقول اف1 هي بدلاله الاي والبي والسي اذا ثلاث متغيرات تساوي لي باي المن للماكس تيرمز 0 3 5 6 0 3 5 6 هسه شو اسوي اعزائي؟ ابني تروث تيبل A B C من الموست سيغنفكت بيت الأي الليست هو السي ال C ابني كيف ابنيهم؟ قلنا صفر واحد صفر واحد اول شيء قد حجم التيبل؟ اثنين كم متغير هم؟ اثنين للانبوتس اوكي 2 اس 3 ويساوي لنا 8 اذا 0 1 0 1 0 1 0 1 ذول ايش كد عددهم؟ 8 هذا صفرين ذول واحدين هذولا صفرين وهذول واحدين هذولي اربع اصفار هذولي اربع وحدات واضح اعزائي؟ هسه نجي للاوتبوت، الاوتبوت يقول لي بالصفر وين الصفر؟ طبعا هذا الام 0. الام 1 ويتدرج ام 6 ام 7 فبالزيرو هنا عندي زيرو وبالثلاثة هذه الثلاثة عندي زيرو طبعا هذا شنو واحد واحد وبالخمسة هذه الخمسة عندي زيرو وهذه واحد وبعد بالستة عندي والباقي واحد طبعا هاي من يطين المواقع يعني معناها أنا بهالمواقع لاحظوا أهل زي. معناها بموقع الزيرو عندي زيرو بموقع الثلاثة عندي زيرو لاحظوا هذا موقع الثلاثة عندي زيرو بموقع الخمسة هذا موقع الخمسة عندي زيرو مو بالسته معناها بموقع السته زيرو والبقيه معناها عداها هم واحدات هسه خليني اكتب الفانكشن راح اكتب الفانكشن اجي من اجي اكتب الفانكشن قلنا ذولا هم شنو product اوف سام يعني شنو يعني كل العلاقه بكل صف هي عباره عن اورنج والعلاقه بين هذا الصف بين هاي الصفوف هذه الصفوف لاحظوا العلاقه بين كم صف عندي هذا صفر وهذا صفر وهذا صفر وهذا صفر، أربع صفر. العلاقة بيناتهم تكون آندينج. واضح؟ آندينج. عكس عكس المنترم آندينج. هسه إيش راح يصير عندي؟ أجي وأخلي ببالي المتغير هذا مثل أي هو صفر. لكن إذا عليه أخطأ أي بار هو واحد. هسه أجي أملّي. يلا وياي وياي وياي. أول أول حد هذا A or B or C. اي أو ب أو سي بعد كملنا من عند هذا نجي للرو اللي هو ثلاثة. هذا شنو العلاقه بيناتهم قلنا اندينج فراح يصير عندي اندينج معناها افتح قوس ثاني عندي هسه اي اور بي بار اور سي بار لاحظوا هنا هذا واحد وهذا واحد قلنا ايش قيد لاحظوا احنا الاي هنا الاي والاي بار والبي والبي بار والسي والسي بار هذا صفر هذا واحد هذا صفر هذا واحد هذا صفر هذا, صفر، هذا واحد لاحظوا يعني من عندي عليه شخطة معناه من عندي عليه بار شخطة هذا معناه هو ص... واحد واضح و... هسه كملنا اجل اللي بعده هذا اي بار اور بي اور سي بار واللي بعده هذا اخر واحد اللي هو ستة راح يكون عندي A بار او B بار او C هسه ايش راح اسوي اعزائي الطلاب اعزائي المتعلمين راح اجي اور ابو ثلاثة احتاج لاحظوا اور طبعا هذه الاي وهذا البي، لا طبعا احنا نبدي قلنا A B C يدخل من كل وحده عندي وحده انفيرتد ووحده بدون انفيرتد، هذا البي وهذا البي انفيرتد لان احتاج كل وحده من عندهم انفيرشن وهذا ال A. هسه عندي اول وحده؟ اول وحده A B C فهذا ال اوكي وهذا البي وهذا ال أغير اللون الأور الثانية شبيهة الأور الثانية يدخلها A or B bar or C bar هذه الأي هذه الأي أخذ من الأي وهذه البي بار وهذه أؤكد دائماً من تريد توصل بالرسم خلي نقطة خليها نقطة واضحة ومن تريد تعبر واير أعبر بشكل هلال هاي دائماً أنا أنبه عليها واضح هذه كملنا الان كملنا اللي هنا هسه نجي اللون اللي بعده اللون اللي بعده هذا هذا ايش راح ناخذ راح ناخذ A بار B C بار هذا الـ A بار اوكي قلنا الـ A بار لما تكون عندي بالنفي وهذه الـ B A بار B هذه الـ وين البي لاحظوا لاحظوا هذا البي لاحظوا نتبع نتبع هذا البي هذا البي نتبعه منا راح ناخذ من عنده قطعه نسوي عليه يسمونه تابينج يعني هذا البي والسي بار هذا السي بار السي بار اعزائي لاحظوا هذا السي بار اوكي فراح اخذ مننا أنا قطعه من عنده اوكي بعدها اخر شيء عندي اي بار بي بار خليني هذا اي بار بي بار سي بار ايضا اورجي اي بار وين الاي بار هذا الاي بار بي بار هذا البي بار وش عندي سي وين السي هذا السي لاحظوا هذا السي لاحظوا, ال لاحظوا هذا هو السي بالحقيقه راح اجي اخذ واير من عنده هذا جريته مستقيم اوكي لان ما ما لحقت اسوي عليه يعني ما لحقت اسوي هذه العقفه هنا اوكي الهلاليه هسه ذولا شنو العلاقه تربط هنا شنو العلاقه تربط خليني اخذ لون اخر شنو العلاقه اللي هنا تربط بين هذه الاقواس بين هذه الاقواس احسنتم هي اند اند جيت اوكي هذا شنو هذا طبعا انت حلك بالورقه هذا انت هسه صار يسمونها سيركت ريلايزيشن طبعا احنا بالامتحان نظري ما راح يجيكم امبلمنتيشن لان بالحقيقه الامبلمنتيشن معناها نفذ اشتغل على الورك بنش يفترض هيك طبيعه سؤال تجيك بالمختبر لكن بالامتحان يعطيك ريلايزيشن لكن حتى اذا وردت امبلمنتيشن فهذا هو المقصود بها يعني تنشئها بهالشكل هذه طبعا شنو؟ الاف 1 واضح؟ احنا لحد الان كملنا الاف شنو كملنا الاف 1 اللي هي وين هذا مطلبها وينها مطلبها خلينا نشوفه هذا مطلبنا الاف 1 الان هسه شي يريد من عندنا اف 2 لاحظوا اف 2 سميشن اوكي للمن تيرمز 1 2 3 1 2 5 6 7 واضح سميشن خلينا نرجع له هو اني كاتبي اوريدي السؤال كاتبي هذا وينه آه هذا هو انا اعزائي لاحظوا اوكي هذا ايضا نشوف كم عدد المتغيرات نجي لاكبر قيمه نريد نبني تروث تيبل طبعا انا راح اقول لكم هو هذا خلوا ببالكم هذا الجدول آه هذا الاول بصيغه الماكس تيرم وهذا بصيغه المين تيرم اوكي نفس الفانكشن هذه هن الفانكشن ذن نفس ال... نفس الاوتبوت خلوها ببالكم يعني بالنهايه لازم يطلع لكم نفس الاوتبوت خلوها ببالكم ليش لان هنا أنا لاحظوا هنا أنا اني الماكس تيرم يعني شنو اللي يغطي الماكس تيرم المين تيرم يكون المتمم الخاص بي واضح يعني هنا أنا اني متمم بالنسبه لهاي الدائره مو متمم يعني متمم عدد يعني شنو متمم عدد يعني اقول هاي مجموعه بها صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة ستة سبعة مثلا أقول هاي المجموعة الرئيسية مثلا أوكي بعدين مجموعة مثلا توتال أسميها مثلا بعدين عندي مجموعة أي أي بها واحد اثنين ثلاثة أوكي مجموعة بي راح أقول هي المتممة المجموعة أي أقول البي متممة لأي، أني أعرف المجموعة الرئيسية وين هي هاي التوتال، فأروح أباوع شنو الموجود عندي بالأي، أطرحه أخلي نتيجة الطرح الفرق من المجموعة التوتال هنا، أنا. يعني شنو الموجود هنا؟ الواحد موجود، الصفر موجود؟ ما موجود، أكتب صفر، الواحد موجود إذا ما أكتبه، الإثنين موجود ما أكتبه، الثلاثة ما أكتبه، وأكتب أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وهكذا، واضح؟ فأني هذه الفانكشنين خلوا ببالكم هذه الاولى هي بطريقه الماكس تيرمز والثانيه هي بطريقه الميني تيرمز،, من تيرمز. اوكي؟ واضح، لكن احنا آه... اني اكرر ابني التيبل حتى تكون عندكم حتى تعرفون يعني واحد يستزاد اكثر، ايش قد عندي اعلى انبوت؟ سبعه، سبعه كيف امثلها؟ هذا شكلها، معناها اعلى شيء كم انبوت يراد لي؟ يراد لي 3 انبوتس، اوكي؟ اذا 2 اس 3 راح يكون 8 حجم التيبل وعندي A B C وهذا عندي الاوتبوت اللي هي F2 اللي هي بصيغه المين تيرمز هنا انا 0 1 0 1 0 1 0 1 استمر لثمان صفوف صفرين واحدين صفرين واحدين اربع اصفار اربع وحدات كملنا هنا شو عندي يقول لي باللوكيشن هذا لوكيشن ام 0 ام 1 M2, M3, M4, M5, M6, M7. هنا أعزائي تلاحظون كتبت ما كابيتال ام بالماكس تيرم وزيرو ما كملتهم بالمناسبة هنا ام m M1, M2, M3, M4 يستمرون قلنا للام M7. أوكي هنا كملتهم. أوكي. ايش راح يكون عندي بالام 1؟ وين الام 1؟ هنا ام 1. هنا يقول لي بالاموال معناه عندك واحد وليس صفر، يعني لاحظوا قارنوا الفرق بينها وبين لما ما حلينا الماكس تيرم، هنا كانت هذه المواقع هي عباره بها اصفار، هذا مثل هذا هذا واضح؟ اما هنا بالمنتمز لا هذه بها واحدات، فيقول لي بالواحد عندي وبالاثنين عندي وبالخمسه عندي وبالسته عندي، اعزائي هنا خليني السته اشيله ارفعه. اوكي احنا اخذنا الستة اي اخذنا الستة هنا أنا خلينا نرفع الستة هذا امسحوه واضح اعتبروها ما ما موجود الستة لان عندي غاية دماغي يعني حتى صراحة حتى تشوفون انه هذه الفانكشن لان هن بالحقيقة هذه الفانكشن بالمنتيرم هي نفس الفانكشن نفس الاوتبوت بس ماخذه ما بالمنتيرم وبالماكس تيرم حتى تشوفون انه الفن... انه المنترم والماكسر ما ياثر اذا تاخذه منترم او ماكسر بس راح يبقى عندك انت شنو التصميم اللي تفضله يعني، شنو اللي يعطيك بوابات اقل، شنو اللي يعطيك اختصار اكثر واضح؟ طيب اعزائي أه بالسبعه عندي واحد هذا البقيه شنو عندي؟ اصفار واضح؟ اصفار اصفار. هنا ايش اسوي من اكتب المنترمز اعزائي؟ هنا كرو العلاقة بينهم and أوكي وبين رو رو هذا رو العلاقة or واضح يعني ايش راح يصير عندي ها وشغلة ثانية هنا ال A يساوي لنا واحد وال A بار يساوي لنا صفر هنا ال B يساوي لنا واحد وال B بار يساوي لنا صفر هنا ال C يساوي واحد وال C بار يساوي لنا صفر واضح هاي خلوها ببالكم أول حالة A بار B بار C او ثاني حاله اي بار بي سي بار او آه. او هذه اول شيء طبعا واحد اثنين الخمسة او اي بي بار سي اوكي او اي بي سي طبعا بالمناسبة هذه اقدر أن المتغيرات كلهم هنا من دول المتغيرات نفسهم يعني يعني مثلا هنا أنا اول بس اول حاله راح اسويها وهذا راح بالورك بنش تشوفوها الاي بي سي يعني الاي بي سي اخذهم منها هم نفس المتغيرين هذه الاي وهذه البي وهذه السي راح انطيهم كلهم ادخلهم اند جيت اوكي انا هنا راح اصممهم ايضا حتى تستزادون اكثر ايش راح يكون عندي اول شيء طبعا احاول هنا هنا اي هنا اي بي سي اتفقنا نبدي بالاعلى least significant bit وبالاسفل most significant bit اوكي هذا اتفاق لكن هذا هذا ال وهذا ام هذا قانون هذا ما حد يغيره واضح لكن هذا احنا اتفاق هذا اتفاق عود الطلابي طلابي يبدون بالاعلى يخلون الليس وينزلون بالموس واضح واضح كل واحد عندي عندي على البار على الاي بار وعلى بار وعندي هنا على بار اذا كلهم يخرج من عندهم خط سليم وخط نفي خط بي نوت خط سليم وخط بنفي اول شيء عندي خليني اخذ اسهل شيء اي بي A B C هذا A B C هذا كملنا من عنده اوكي اللي بعده A بار B بار C هذه ال A بار وهذه ال B بار وهذا السي يدخل لهم AND اوكي اللي بعده A بار B C بار هذه ال A بار وهذي البي، آه لا خليني اغير اللون، هذا الأي، هذا الأي بار، طبعا دا تغلب بهذا اوكي، واللي بالاسود هذا كملناه، اوكي، وال عفوا اي بار، بي اي بار، بي بار، ها آه عفوا هذا 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 اللي هو هذا واضح الان احنا بدنا نشتغل بالاحمر اللي هو هذا اي اي بار بي سي بار هذه الاي بار وهذه البي وهذه السي بار طبعا انتم حتشوفوها راح تقولون هذه صارت هوسه بالحقيقه آه هي نعم احنا من تكون على ما تكون من تكون على أوضح من هذه الوسائل المساعدة وآخر شيء عندي راح يكون A B بار C A هذه الاي A بار هذه الـ B بار بس أنتو إذا توقفون طبعا وهذا السي طبعا A B بار C أنتو إذا توقفون راح تكون العملية ذولا طبعا كلهم شوف شي شي يدخلون كلهم يدخلون على or get اوكي هذه or هذه and وذولا هذه and هذه and كلهم and get واضحة واضح اعزائي واضح هسه شو نريد نسوي احنا هذه الفانكشن اشتغلناها هي نفس الاوتبوت المفروض راح نشتغلها بالورك بنش واضح شو احتاج بالورك بنش احتاج الفانكشنز اشتغلها فقط الفانكشنز يعني ممكن انقل الرسم هذا لكن الرسم ايضا اذا نقلته راح صراحه يعني ما ما يدي لي الغرض اهتمام يعني ما ما يكون واضح هذا الرسم مثلا فاني راح اعتمد راح اعتمد الفانكشنز راسا اخذها من هذه اوكي راح هذا الورك بنش طبعا راح اوقف الفيديو حتى لا ناخذ وقت بمساله التصميم ونرجع لكم طيب اعزائي طبعا بالمناسبه انا الفانكشن قلت لكم اريدها هي نفسها من تيرمو وماكس وانا اذا اصمم بال بنش انتبهت انه هذا الخمسه ايضا مكرره لان احنا قلنا اللي موجود بالمنترم يفترض ما موجود فيعني هسه احنا عندنا بالماكس ترم عندنا صفر ثلاثه خمسه سته فيفترض شنو اللي اللي بقى يكون هذا بالمنترم اللي هو الواحد اثنين والسبعة فاني هسه طبعا راح نصمم ذني فانكشنين بالورك بنش خلونا نشوف طبعا الورك بنش انا افضل كم فانكشن تشتغلوها تصمموها بهالطريقة لاحظوا يعني هسه انا شنو اللي عندي الفانكشن عندي بالمنترم واحد اثنين سبعة الواحد اثنين سبعة هذي راح يكون عندي واحد اوكي okay. وهذه هذا للواحد ذولا كلهم راح يكونون اصفاره اوكي okay. للاثنين طبعا هذه انا عندي جيت 3 انبوتس شوفوا الافتراضيه فقط تو انبوتس كل اللي اسويه لاحظوا كل اللي اضغط عليه دبل كليك راح اضغط اختار ثلاثة منين مرات هي مفتوحة على الليبل فانت تغيرها للنمبر اوف انبوتس تخليها ثلاثة طبعا وتقدر مختصر كوبي انت محتاج اربعة تطيها بيست بيست اربعة تنحفظ لك فهسه احنا عندنا الواحد وعندنا الخمسة الاثنين عفوا هذه الاثنين طبعا خليني احافظ على النسخ انه آه الاثنين راح تكون منا واضح هذه الاثنين أوكي وهذا صفر أيضا أوكي وعندي آه واحد اثنين خمسة سبعة تمام آه هذه الخمسة أوكي هذه الخمسة وعندي السبعه هذه الواحد هذه الاربعه العفو الاثنين وهذه الاربعه يكونون كلهم سبعه وعندي اورجيت هذه الاورجيت هذه طبعا راح يكون فور انبوتس اوكي اوكي طبعا بالمساعده تشوفوا هذا الليد اقدر اتحكم به من خلال هذه اتغير اتجاهه اخليه بهالاتجاه طبعا طبعا هذه الانبوتس اتحكم ايضا بهذا الاتجاه او مرات اقلبها لاحظوا مرات هيك او هيك اقلبها لاحظوا كيف يكون الاتجاه اوكي هذه انا حبيت انطيكم علم بها بالتصميم تحتاجوها يمكن ما متطرق الهاني طبعا بالورك بنش لين انا تكلمت لكم قلت لكم انا اذا استخدم ويندوز وهو متوافق ويا الويندوز اكس بي كان يعني قديم فتلاحظون احيانا مثل هنا اذا تشوفوا هذا بياض لاحظوا راح اكبر شوفوا طلع الرسم كامل من زومت اوت من اسوي زوم ان احتاج مرات اغير لان صراحه البيكسليشن مال التحديث على البكسل يكون بطيء. طبعا هسه احنا الفانكشن الخاصه بنا مثل ما تلاحظون هذه اي الموست هذه البي وهذه السي. راح نشوف نطي واحد، بالمناسبه هذه دائما من الصممون اذا عندكم مثل ثلاث امبوتات وذول الثلاث امبوتات آه كذلك موجود نقيضهم يعني عندك اي وعندك اي بار، وعندك بي وعندك بي بار، وعندك سي وعندك سي بار تحتاجهم بالفانكشن. دائما صمموهم آه اعزائي بهالشكل. هذا الشكل كيف اصمم اللاين قبل لا اشرح اصممه اخذ نود واخذ نود مقابلها واجر خط بيناتهم اوكي طبعا احتاج ارتب احيانا مرات هالشكل مثلا هذه نود اوكي طبعا ما صارت مقابلها ما صارت اوكي هسه الان صارت مقابلها اوكي اعزائي نفس الكلام اقدر هذه اقولها كوبي واقولها بيست مثل ما تلاحظون كلها هذه هذه احاول انقلها كلها احاول انقلها قلت لكم البكسليشن التحديث على البرنامج قديم يعني ما متوافق ويا ال... الويندوز 10 فصراحة يكون التحديث بطيء واضح يعني هسه لازم انطي زوم شو ما اوكي هذه لاحظوا هسه وكانما لاين ثاني طبعا هذا تترتبوها ترتبوها تضغطون على النود وبالاتجاهات تشوفون كيف احددها هاني بعد ذلك مثلا بعد ذلك اعزائي راح نحتاج أوكي يبدو آه إنه اختفت مو مشكلة أتوقع يعني بالبرامج أحيانًا يصير glitches من هالقبيل يصير مشاكل من هال آه بهالشكل مو فد مو مشكلة اوكي اوكي الان شو احتاج اني اخليت بيناتهم لاحظوا هنا انا شو مخلي بياناتهم اريد كل شيء هو ونقيضه لاحظوا هسه هذا هنا هذا اللاين هذا الاي خليني اكبره شوية اكبره اكبره بعد اوكي لاحظوا احبائي هذا اللاين هذا اي هذا اللاين اي بار هذا اللاين بي هذا اللاين بي بار ليش لان انفرتر مطي انفرتر هذا سي هذا سي بار هنا السويتش يجي على الاي هنا نفس الكلام اه هذه النود ارفع اللي هنا اخذ نود جيت هذه النود جيت باعوا هذه شكلها بيها هنا يكون بابل فقاعه متاخذون تاخذون هذه هذا هذا بفر لاحظوا هذه راح تكون هنا طبعا اوكي الان صار عندي هون السويتش اخذ السويتش من هالمكان اقلبه اقلبه بهالشكل السويتش آه يمكن اقلبه بهالشكل اوكي هذا الشكل اللي اريده اني اخلي الطرف الثاني اللي هنا اوكي وكليك عليه اسميه هاي احنا متعلمناها مثلا ام اوكي وطبعا اكيد يحتاج ل في دي دي هنا من في دي دي التغذيه الخاصه بي ال دي تعوضنا عن الجراوند وعن الباور سورس هي باور سورس هذي اعزائي هاي كل واحد صمموه وعلى هالشاكله تعيدونهم انا حبيت هذه اشتغلها امامكم حتى لا تقولون انا ما احب اخلي القالب بحيرة من أمره هسه أعزائي هذه الفانكشن الخاصة بينا هذه الفانكشن المفروض إذا تلاحظون هنا إذا نلاحظ هنا باو أعزائي هنا إذا تلاحظون 1 2 7 يعني لما نعطي المفروض 1 2 7 من انطي الدائرة لاحظوا لي الواحد كيف شكلها شكلها 0 0 1 هذه A بي سي انتبهوا يعني لازم اعطيها بالواحد تشتغل وبالاثنين تشتغل وبالسبعة تشتغل اوكي واني بالحقيقة الخمسة اشتغلتها اوكي خليني الخمسة اخليها الخمسة امسحها من انا طلاب انا قلت لكم هنا هذه قبل شوية الفانكشن اللي اشتغلناها كانت يعني بالحقيقه قلنا هذه هذه الفانكشن خليني امسحها اوكي قلنا هذه هي الماكس تير وهذه الميني واضح فقلنا المفروض نفس الاوتبوت اعتبرناهم قلنا مو, مو قلنا الواحد واثنين وكانما يشتغلون نفس الدائره اوكي فلذلك حتى يشتغلون لازم تكون وحدة تسد نقص الثانية فلازم ماكو تشابه فهنا قلنا هذا الستة ما موجودة هنا اوكي خليني اشيل الستة من هنا اوكي واشيل الخمسة من هنا واخليها فقط صفر وثلاثة يبقى هنا لازم إش عندي واحد اثنين خمسة واحد اثنين خمسة ستة سبعة واضح حتى يكون عندي أنا يعني صفر واحد اثنين ثلاثة ها وأحتاج هنا أضيف خليني أضيف أربعة بعد أضيف أربعة وستة بعد أحتاج أضيف أربعة وستة أنا صراحة هذا راح أشتغل الكوميونال تروث تيبل أوكي اللي هو حتى أشتغل رأسا هسه A B C أوكي صفر 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 واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد, صفر واحد صفرين واحدين، صفرين، واحدين، أربع أصفار، أربع وحدات. هنا وين عندي؟ أنا يعني بالصفر عندي صفر، وبالتلاثة عندي صفر. إذن الـ function الخاصة بي a or b or c and a bar، عفواً a or b bar or c bar. واضح؟ اوكي، هذه تخص الماكسير. عدلت عليها. وهسه المنتر المنتر صارت عندي الواحد واثنين وخمسة وستة وسبعة وبعد ينضاف لها الأربعة حتى يكون صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أوكي أضيف عليها الأربعة والستة أضيف عليها الأربعة والستة خلينا نضيف عليها الأربعة والستة اه أجيب أنت ثلاثة بوتس اريد اربعة الاربعة هذه معناها هذا صفر وهذا صفر اوكي والاي هو واحد هذا واحد هذه الاربعة واريد ستة ايضا راح اريد ثلاثة انبوت شكل الستة شكلها واحد واحد صفر فيعني السي صفر هذا السي صفر والبي واحد هذا البي واحد اوكي والاي واحد وهذا الاي واحد هذه احتاج اكبرها بعد تتحمل انبوتين فراح تكون ستة اوكي راح يكون عندي هذا انبوت وهذا انبوت واضح هذه الفانكشن الخاصة بمن اعزائي اسميها من أير. اوكي انطي اوكي انطي تصغير للشاشة تصغير بعد اوكي هذه الدائره اعزائي الان اشغلها لازم هنا من انطي للسي باعولي أط صفر خلي هسه بالصفر ما مشتغله بالواحد انطي واحد لاحظوا راح انطي واحد اللي هو السي اشتغلت الدائره انطي اه اثنين اللي هو البي اشتغلت الدائره انطي ثلاثه المفروض ما تشتغل اللي هو بي سي واحد واحد هذا البي وهاي السي شوفوا انطفت هاي الثلاثه طيب انطي أربعة المفروض تشتغل الاي اشتغلت الاي انطي خمسة الاي والسي يعني واحد واحد هذا الاي واحد وهذا السي واحد شوفوا اشتغلت عدة الدائرة طبعا مرات هي تشتغل قبل لا اني اختار الوظيفة مثلا لان اني مثلا اختار اربعة اوردي انا الخمسة مثلا هي عبارة عن اربعة زائد واحد فمن اضغط على الاي اربعة راح يشتغل لان هي اوردي موجودة بالفانكشن ومن اطيل الواحد اللي هو سي تبقى مشتغلة اللي هو بالفانكشن الخاصة به هسه راح انطي ستة اعزائي راح اطفي السي وأطل البي واحد لاحظوا الاي واحد والبي واحد اللي هو ستة اشتغل واخير شيء اللي هو السي اوكي اذا شنو اللي ما اشتغل عندي هنا فقط الصفر والثلاثة لاحظوا راح انطي صفر كلهم يعني هذا الاي والبي والسي لاحظوا كلهم صفر ما اشتغل عندي انطفت لان دولة ماكستير بالحقيقة على الماكستير ما الله يشتغلون بالماكستير وهسه راح انطي ثلاثة اللي هو البي والسي هذا البي وهذا السي اوكي هسه ايش راح نسوي اعزائي هسه صممناه هذه بالمين تيرم اريد اصممه بالماكس تيرم اوكي الماكس تيرم خليني الماكس تيرم بالماكس تيرم اعزائي راح يكون عندي هذا الشكل قلنا هذه الفانكشن A or B or C and A or B bar or C bar راح اسوي عمليه كلش سهله اعزائي وين هالفانكشن الخاصه بي هذه الفانكشن اكبرها شويه اكبرها بعد شويه احتاج راح احتاج اول شيء or لاحظوا بال بال بالـ product of SAM احتاج أول شيء OR فاحتاج OR هذه آخذ OR، الاور OR احتاج لها 3 inputs، هذا الصفر اللي هو قلنا الصفر ايش يشتغل معناه؟ على الصفر يشتغل واضح؟ فمعناها فمحت... معناها C بار، اوكي، okay. OR B بار، OR اي بار واضح اعزائي واضح ان شاء الله احتاج واحد وحده ثانيه لا كنترول سي كنترول في لاحظوا خليني اشكلها اكملها واني اجيكم اني اوقفها اعزائي لاحظوا عندي اند جيت تربط اورين كل اور من دولة بها ثلاث انبوتات اول وحده A اور B اور C اند A اور B بار اور C بار خلينا نجي هنا هذه عندي اول اور A B C هذا ال C وهذا ال B طبعا انا حافظ يعني صراحه الاعمده حافظ كل واحد وين ال B وين ال C وهذا ال A لان هو ببساطه اول واحد هذا الاي وهذا الاي بار وهذا البي وهذا البي بار وهذا السي وهذا السي بار فهذا السي صار على السي وهذا صار هذا بالحقيقه خطات بي صار المفروض يصير على البي هذا البي اوكي هذا البي هذا البي اوكي طيب اللي بعده A or B بار or C بار اذا هذا السي بار وهذا البي بار اوكي شنو مكتوب عندكم بالفانكشن تجون اي تروح للاي اي بار اي اي بار هنا ما تغير ما تقول ها اذا الاي هنا اخذ الصفر شو شو اخذ اخذ الصفر لو اخذ الواحد والله لان هو ماكس تيرم لا هنا تاخذ على الفانكشن على حاله بالفانكشن هسه الخطوه الكلش مهمه هسه هذا شوفوا الماكس تيرم التصميم بالماكس تيرم وهذا التصميم بالمن تيرم. طبعا اعزائي الطلاب انا صراحه تعمدت اجري لكم هالتجربه لان احنا صراحه بوقتها من درسنا ما شفنا يعني ايضا كان يعني احنا ما كان بوقتها البرامج متوفره وما كانت يعني هاي برامج السيموليشن ما كنا نقدر نوصل للحقيقه بسهوله واحيانا كنا الكلام اللي نسمعه يعني صراحه مو كل الكلام يفهم في حينه يحتاج بعد وقت يفهم. فبوقتها بصراحة يعني ما أجينا ما كنا نعرف أنه شنو فرق الماكس تيرم صراحة عن المنتر أوكي لأن آه ما جربناه صراحة لكن أسا يعني من مشت بينا الدراسة وشفنا يعني صراحة عرفنا شنو الفروقات أعزائي أنا راح أقول لكم هذه الفروقات <applause> بالماكس تيرم والمنترم الفرق انه انت تشوف يا دال اللي انا قلتها قبل شويه وارجع اقولها هسه لان صممت حتى تشوفون اوكي انت تشوف يا هي الداله اللي توفر لك اقل تكلفه، اقل تكلفه شلون تجيني؟ الاقل تكلفه تجيني من خلال احنا اشتغلنا بالنظري اذا تلاحظون المحاضره الثالثه او الرابعه باللوجيك ديزاين تكلمنا عن الجدول اكو جدول انشاناه بالماكس تيرم وبالمنترم وشفنا ايش عدد الجيتات كل جيت قد ممكن نحصله فانت دائما تسعى لتصميم بعدد من الجيتس قليل ليش؟ حتى هذه لان هذه هاردوير هذه يعني عباره عن مكونات تشتريها من السوق فانت تكون هذه عليك قليله كل ما كانت قليله كانت التكلفه اقل واضح؟ فلاحظوا اعزائي هسه المفروض انه ذول اثنينهم الحقيقه تصميم الداله بالفانكش بالماكس والمنترم هو يعطيني نفس الاوتبوت المفروض يشتغلون سوا وينطفون سوا مو متمم المتمم لا لما يكون هسه راح اعطيكم شوفوا راح ننجس ننجز داله متممه الداله المتممه ببساطه نحتاج نوت جيت الكومبلمنت يعني اللي هي الانفرتر هذه راح اخليها متمم للماكس واخذ متمم ثاني للمنتر اوكي وهذه راح اخذ متمم للمنتر اوكي هذا راح اسميه متمم الماكس لاحظوا طبعا احتاج اقلبه احتاج اكون أقل نسخه ثانيه منه اوكي هذا متمم المين وهذا متمم الماكس تيرم خليني اخليهم كل واحد أسفل بالأسفل خليني أخليهم حتى تعرفونهم دول المتممين دول المتممين المفروض آه المفروض أيضا آه من الدالة مشت من هم مشتغلين ومن الدالة مشتغلة هم منطفين والعكس بالعكس واضح لاحظوا المتمم عمل عكس المكس الماكس والمنتيرم المنترم والماكس تيرم وحدة تشتغل على الاوتبوت، المينترم تشتغل على الاوتبوت لما يكون واحد، والماكسترم يشتغل على الاوتبوت لما يكون صفر، لكن بالنهاية الفانكشن مش شابهة، الدالة تنجز العمل، واضح؟ لكن بالنسبة للكومبليمنت، لا، الكومبليمنت عمله يختلف. واضح؟ هسه خلينا نشغل الدائرة، أنا راح أجرب كل الحالات من الصفر صفر للسبعة. لحظة أعزائي الصفر صفر، الدائرة ما تحسست. واضح؟ ليش؟ ليش ما تحسست الدائرة؟ الدائرة ما تحسست لأن إحنا ما عندنا ما تشتغل بالصفر. أوكي، خلينا نجي لما نكون عندنا واحد، لاحظوا بالواحد اشتغلت الدائرة. خلينا لما نكون اثنين، اشتغلت اثنين. ولاحظوا دائما الماكس والمن لازم هم وعملهم نفس الشيء، ولاحظوا الكومبلمنت، الكومبلمنت باعوا له، بس خليني أرجع الخطوة بالماكس بالمنترم لما كنا صفر راح. لاحظوا لاحظوا بس صفر الماكس تيرم المفروض بما تشتغل لاحظوها انا هنا تشتغل عندنا بالصفر وبثلاثه احنا ايش قلنا بالماكس تيرم تتذكرون قلت لكم بالماكس مش الشغل يعني معناه الجلوب طافي يكون فلاحظوا الصفر والثلاثه تكون هو بالصفر طافي ولاحظوا لما نطي الثلاثه بي والسي لاحظوا الدائره وين تشتغل تشتغل بالصفر والثلاثة هي الدائرة بعملها نفس عمل لاحظوا المنتر والماكستر ماكو لو كان الماكستر مشتغل بلوبة والمنتر منطفي أو بالعكس كان قلنا اختلف عمل الدالة لكن بالحقيقة هم يشتغلون دا يشتغلون طفوا ودا يشتغلون سوا ودا ينطفون سوا معناه هم يأدون نفس العمل لكن المبدأ اللي يعمل ماكس عالية ماكستر ماكسن يقول أنا اشتغل لما على الصفر اتحسس الصفر يعني هسه هذا بلغه الماكس تيرم الماكس تيرم يفتهم هذا الجلوب لما يكون منطفي يفتهمه ان الداله مشتغله اوكي لكن المين تيرم يفتهمه لما يكون الدائره مضويه يعني مثلا بهالطريقه خلينا نرجع للتروث تيبل مالنا اول حاله هي قلنا الصفر صفر هذه حاله الصفر صفر اوكي حاله الواحد اعطي السي واحد اشتغلوا ليش؟ لان هذا خلينا نخلي هذا الجدول خلينا نخلي الجدول شو يقول عندنا هذا الجدول يقول عندنا يشتغلون بالواحد وبالاثنين وبالاربعة وبالخمسة وبالستة وبالسبعة فقط الصفر والثلاثة ما يشتغلون اللي طبقناها على الماكس تيرم يعني احنا هذا الواحد اشتغل خلينا اثنين اثنين بي واحد والسي صفر اشتغلوا لاحظوا لاحظوا من والماكس اثنينهم يشتغلون لاحظوهم لازم المن والماكس يشتغلون سوا والكومبلمنت يكون عكس ذولا يعني هذا كومبلمنت المن وكومبلمنت الماكس كومبلمنت المن يساوي كومبلمنت الماكس يعني عملهم والمن يساوي عمل الماكس واضح طيب هسه احنا اثنين هذا ثلاثه شوفوا بالثلاثه قلنا الماكس تيرم يشتغل اوكي قلنا الماكس تيرم هو يتحسس يعني على انطفاء وكانما اوكي لذلك يعني هو ما ملموس قلت لكم لذلك احنا من نصمم نصمم بالمن افضل يعني لان ملموس انه نسبي انه اكثر معروف هسه اربعه الاي البي والسي هذا منطفيه شوفوا تحسس الخمسه الاي والسي العفو الاي والسي لاحظوا هذا الاي واحد والسي واحد اشتغل عندي السته طف السي وطف شغل البي شوفوا هذه واحد وهذه واحد مشتغل وهذه السبعه واضحة أعزائي؟ طيب هسه لو تشوفون خليني زوم اوت هذه زوم اوت لاحظوا دائرة الماكس لاحظوا الجدول اللي اشتغلناه تتذكرون علمتكم شلون قلت لكم هذا لما انا اقول لكم سووا لي جدول مقارنة اي اي ايضا بالواجب موجود لاحظوا لاحظوا هذا كم جيت عندي هنا هذا البلح ما هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عندي عشر جيتات لكن احسبوا لي المن تير عفوا الماكس تيرم هذه اللي هي هذه الدائرة شوفوها اللي واصلة للماكس ايش بيها كم جيت بها عندي واحد اثنين ثلاثة ولا ننسى طبعا الجيتات ذني ثلاثة واحد اثنين ثلاثة يعني ستة قارنوا تقريبا الفرق ضعف واضح اعزائي فهذا حبيت أه اشرح لكم اياه جزء كان من عند توتوريال لان الواجب اوريدي رفعته طلابي وقلت لكم هذه المحاضره اللي انا اشرحها اليوم هي قد يكون غرضها بهالشكل لكن الاغراض للمستقبل تختلف ممكن تكون انا هسه بها جزء نبهت عنها الهوم ممكن تكون بالمحاضرات اللي يطلع يعني بغير هذا التاريخ ممكن يطلع عليها وهو هدفه يمكن يكتب تقرير على هذا الموضوع او يمكن هدفه الاطلاع حتى يشوف التصميم ويشوف الفرق اوكي فلانه هو هذا بالحقيقه اني بديت بمبادره هدفها هدفين ساميين الاول هو شرح محتوى عربي للبرامج لان ما محتوى مناسب والشيء الثاني هدفها تكون اكو قاعده معارف موجوده ممكن هذه قاعده المعارف يعني يستفاد من عندها بشتى الأمور أتمنى يكون الشرح وافي وكافي وإن شاء الله منكم لكم الموفقية